السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في مطبخ شيماء عبد الغني. أهلا بيكم أصحابي وأحبابي. هنعمل مع بعض النهاردة اللحمة المحمرة. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. عندي حوالي نص كيلو أو كيلو لحمة موزة، تمام، وبصلة متقطعة، طماطم، طماطمية، حوالي طماطمية وسط كده متقطعة، ومعلقة فلفل أسمر، ومعلقة بهارات لحمة، معلقة ملح، وورق لوري. ادي المقادير قدامنا واضحة اهي. انا بقى ببتدي بحط اللحمة وبحط فوقيها البصل وكمان بحط الطماطم وبسيبهم كده على النار، على نار هادية، لغاية لما يدبل البصل والطماطم واللحمة تشرب المية بتاعتها. بقلب فيهم كده تقليبة، وبعد كده بهدي النار وبغطي واسيبها ايه براحتها. بحط كل التوابل بتاعتي كمان عليها، واللحمة الموزة دي ما بتاخدش وقت خالص في السوى. بقلبها كده شوية وبعد كده غطي عليها واسيبها تشرب ميتها والبصلة والطماطمية تدبل. ادي شكلها زي ما انتوا شايفين كده، البصلة دبلت خالص والطماطمية واللحمة خلاص يعني اتغير لونها وشربت المية بتاعتها. الطريقة دي حلوة قوي في سلق اللحمة. هننزل بقى بالمية، يفضل ان تكون المية سخنة. هننزل بالمية وبعد كده نغطي ونسيبها بقى تستوي ايه على مهلها خالص. الملح بقى بنظبط الملح حسب الرغبة، انا حطيت معلقة ملح صغيرة. ادي شكل اللحمة لما استوت، هطلعها هنشيلها من الشوربة. وهسيبها شوية كده وهحمرها، ابتدي احمرها بقى في الزيت. ادي شكلها يا جماعة بعد التحمير. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.